السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين. السؤال بالنسبة للوقت دخلت للجماعة والإمام في الركوع فكبرت تكبيرة الإحرام. وأثناء وأنا لسه هبدأ الركوع الإمام رفع من الركوع. لكن أنت كبرت وهو راكع. كبرت وأنا راكع. وهو راكع. وهو راكع ما كانش لسه عزم النية. أيوة إذا أدركت الإمام راكعا التكبيرة دخل في الصلاة فأنت أدركت وراكعا تحسب لك ركعة. حتى لو ما لحقتش أركع. ما هو احنا نفسرها مثلا نديلك مثال آخر. أنت صليت مع الإمام من الأول وبعدها ركع وأنت تكمل الفاتحة وقام من الركوع وأنت ما زلت تكمل، صلاتك تامة أو غير تامة؟ تامة. تامة مع أنك لم تدرك الركوع ولكنك كبرت معه. تمام. فهذه بتلك والله أعلم.